خوتي في عجاله، بغيت نبارطاجي معكم هذه القضيه هذه. كيف ما كتشوفوا ليها جيت شي فور كاتبين دونجي، يعني ديك البلاصه يعني انتردي انك تفوتها ولا تقرب ليها، وحتى الناس ولاو كيركبوا كيطلعوا من اللور، يعني الباب القدامي ما كيتحلش. هذا الشيء بالشركه بروتيجي الشي فور ديال المواصلات، يعني اللي سميتها اس تي ام هنايا في مونريال. وهاد القضيه هادي زوينه، وترونسبور ولا غراتوي، يعني الناس كاملين ولاو كيطلعوا من اللور وما كيخلصوا حتى شي حاجه، يعني ترونسبور غراتوي حتى تفوت هذه الازمه هذه ديال كورونا. والله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين، وبغينا حتى حنايا البلدان ديالنا حتى هما يديروا بحال هذه القضيه هذه، بحال هذه البادره هذه، يعني لي ترونسبور ولا الطوبيسات يعني بروتيجيو الشيفور، بحال ديك اللعيبه فين دايرين بروتيجي دونجي، يعني خطر ما توصلش حدا الشيفور، والناس كاملين كيطلعوا من اللور والطوبيس يعني كراش. وانتم كيف ما تشوفوا الناس كاملين ما غاديش ينزلوا من القدام، كلشي غينزل من اللور، يعني باش شي فور تبقى خدام براحته ومأمن وما خايف من حتى شي حاجة. فوالا فوالا كيما شفتو اخوتي، يعني هاد القضية دي زوينة عجبتني. يعني دابا من هنا واحد جوج سيمانات الطوبيسات كراتوي كاملين، حتى شي واحد ما يعني حتى شي واحد ما يطلع من حدا الشيفور، يعني الطوبيسات كاملين ديال القضية دي ديال دونجي، يعني كلشي كيطلع غير من اللور، يعني غير الباب اللوراني هو اللي كيتفتح ديال الطوبيس. وهذا الشيء دايرين كاع الطوبيسات، يعني كاع الشركات ديال الترونسبور دايرين هذه القضيه هذه. ونتمناو هذه الفكره هذه توصل للشعوب ديالنا وحتى هما يطبقوها، باش حتى الناس يعني الشافره اللي خدامين في الترونسبور بحال الطوبيسات بحال بزاف ديال الحوايج ديال الترونسبور اللي موين ديال الترونسبور يخدموا فراحتهم. كيف ما عارفين الطوبيسات فاش كيعمروا في الوقيته ديال الناس اللي تكونوا خارجين من الخدمه، فهم تيعمروا بزاف لدرجه انهم تيبقاو واقفين حدا الشيفور ومزاحمين معاه. وبهذا الوباء هذا ولا بهذا المرض هذا ولا بهذا الفيروس هذا، فبيان سيغ الشيفور ما يكونش خدام وهو اليز، يعني خدام فراحته. داكشي علاش هنا هاد الشركه ديال لاس تي ام اللي خاصه انا بمونريال، يعني قامت بهاد البادره هادي ودات يعني بروتيجات الشيفور، يعني دارت هاد القضيه ديال دونجي، يعني الباب القدامي ما كيتحلش، كيتحل غير من اللور، والبلاصه في كاين ديك العيبه الصفره اللي كاتبين فيها دونجي ما ديباسيها حتى شي واحد. بهذا الشيء باش الشيفور تيخدم وهو بروتيجي ومأمن على راسو. المهم اخوتي نتمنى هاد الفكره هادي اللي داروها هنايا ولا هاد الحاله اللي بارطاجيت معكم تنا الاعجاب ديالكم، وما كرهتوش انكم تبارطاجيوها، تبارطاجيو الماكسيموم باش توصل الشعوب ديالنا هاد الفكره هادي. وعلاش لا حتى حنا نطبقوها، باش الموظف اللي هو كيخدم في الشركات ديال المواصلات بحال الطوبيسات عندنا حنايا في المغرب، حتى هما يديروا لهم هاد القضيه هادي وبروتيجيوهم باش يخدموا فراحتهم ومرتاحين ويكون كل شيء مرتاح. مهم حتى لنا هذا الفيديو قصير، حتى لنا يكون سلام، وما بقى لي الا نقول لكم اخوتي الله يسهل عليكم والله يرفع هذا البلاء على الامه الاسلاميه والعالم باسره. واش غنقول لكم اخوتي، الواحد ديما يطلب الله ويطلب ان يرفع علينا هذا البلاء، ونتمناو ان شاء الله خير في الايام القادمه ويقضيو على هذا الوباء هذا ولا على هذا الفيروس. المهم حتى لهنا ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا فراسكم اخوتي، والسلام عليكم.